التعلب ده أصيلة. التعلب ده أصيلة وهو هندي. والقصة بحال فيلم هندي يحل دماغك. شكش البرد ما عيكتيش بوكلاس وزيتون باش غايفيد كلكلاس هنا واش غير رد اللي فات ولا غير رجع اللي مشى أرد يا سمعني سمعني أمرك الله وكل الله كان لالا المغرب مقسم على زوج اتدخل فيه الاستعمار الفرنساوي وهنايا كان عندنا استعمار سبليوني وباش اللي هنا يشوف اللي ليه كان تيخصو الباسابورتي شنو هو الباسابورتي؟ الباسابورتي مجموعة ديال الوراق في واحد الكناش باش يقدر اللي في الشمال يمشي للجنوب واللي في الجنوب يجوز للشمال أيوة وإحنا يا هنا كان عندنا واحد لبان ضيضو مطور جن اسمه لورانزو يخرج من الحبس اليوم ويرجع له غدا أيوة كان تجمع العواول في أصيلة ويديهم للبلايا يجمعوا الرملة في القفاف وكل قفة كيعملها فوق بسكليتة جديدة باش يخرجوها من الحدادة دعرباوة ومن اللي كيسقسي وشنو مخرج كيقول لهم غير الرملة وهو في الحقيقة ماشي الرملة اللي كيخرج وشنو كيخرج؟ كيخرج البسكليتات أيوة كيدوخهم بالرملة باش يخرجوا البسكليتات حلي دوخت لك أنا داك الكامبو في القهوة وطيرتي لي انت التليفون أيوة وكان لورانزو هو المعلم ذا التعلب بالحق واحد النار حصلوه في عرباوة ومشى لا هو ولا العواول اللي كانوا معاه كلهم الحبس حتى التعلب مشى للحبس الحبسة الأولية هي أنا مشى خطرة أخرى اللي كيبدا السرقة ما كيوقفش لا في الحبسة الأولية ولا في الحبسة العاشرة كيبقى هيدا دخل قبر الحياة خارج من قبر الحياة حتى كيمشي لقبر الممات ومن بعد قبر الممات بعد قبر الممات كيجي الصراط شنو الصراط الله يحميك يا وليدي ان شاء الله ترعى الله اخويا مجاج اخويا بحسك اخويا الله يعفو عليك تغرس السلقمه اللي غني باقي موري يوسع اخي رايح ارحم الوالدين اخويا ويعطيك شكرا اللي دي فغنس وبرز ديز دولا تسكرة غرنس غياتي زي اللي غيتو سومارك يريد بابنس اللي ريسي فكاتك في نفسي مغراء السلام عليكم وعليكم السلام يلا اسمع لي هاد البركة وطير الحركة اليوم العفريتة بعمة الله يعطيني مصيبة إلى هذه البركة ديال البارح أبركة ما تدعي فراسك بمصيبة يا هاد المصيبة ياك البارح عصرت لك 6000 ريال إوا أنا اللي حمقة ومرة ندير ما يديروا غراناتي أش كيديروا هاد غراناتك تاني غراناتي كل مول الحانوت كيجمعوا عندو شوية ياو الحانوت ديال السويقة اللي صرفتي عندها نص الصح هذا
راه ديالنا لالا. وكتقول لوجهك حمار باز ما يخلاص العقل. واش نتوما دايرين الحوانت هكا يا مستفين وحاسديننا حنا على هاد البركه هادي؟ كلكم ساعه ياكلكم شفاره. جمعي عليا فلوس كوحتيني في ساعة وانت عندك داك الفم داير بحال بورزان غير اللي حركو كيسمع غير من المنقي خيارو. يا ولا دق على الباب ما يعدم جواب. يلا اعطيني ابتساع. يلا حط تما انا باقي نتخبش. يلا اعطيني ابتساع. يا الشفار يا البامب يا السراق. لا حول ولا قوة الا بالله. شيطاني كان برز خير فلوس. يلا 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 ضعوا ضعوا. راعي خدامة. يلا بقى تست بالحوانت. يلا دير حالك حدا حانوت وشوف اش غادي تربح. اه وعلاش كنا واد الثعلب؟ كنا واد الثعلب. حيت كان كيتحايل على الهمزة ويبقى يدور بها يدور بها حتى كينقز عليها. ما خلاو ما عملوا معه دوز الصغر ديالو كله في تشيطين. أيوة قراوه ما قراشي دخلوا للصنعة ما تعلمشي عصاوه ما نفعاتشي مشى للحبس ما ترباشي وبقى هيداك حتى ولا شاب كيمشي كل يوم جنب البحر يجيب الحوت للقصبة باش ينصبط ويقرا ديالو. هاي كاين شي ولا نادور؟ ما عندك زهر اليوم اخاي ما طلع والو الحوت غير يشم ريحتك هو يهرب. انتي ملي ما عطاوكش ما كتعرفش تتحايل على الحوته حتى تشبر يمها في الصناره. كيفاش بغيتيني نتحايل على الحوته؟ الحيله توحل السبوعه والفاعل سير ديك السردين. انا راجع على قد حالي كنصيد الحوت وبس. اهدا 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 اهدا. البحر هو المكان المخير للتخمام ديالو وملي كيدخل شي همزة للراس كيمشي ناقشها مع خياله. واحد النهار بانت له همزة من داك الشي وباش ينفذها مشى يتحايل باش ياخد شي كاميو. ما كاينش امشي يصلك. ايوا هي نمشيو حتى حنا نشربو شي بره تاعتي. سي عبد الله صافي راك واقف مزيان يلا تبعنا. بلا ما نوصيك عليك شويه يا وعمر لي شي براد يكون مزيان. ياك ما تعطلت عليك؟ لا عاد وصلت ولكن مزروب شويه مشيت نصلي. بالحق انا غادي نحل الحانوت ونسيب الخدامه يهبطوا السلعه. شوفوا واحد الحاجه هبطوا الخناشي. لاباس عليه الله يسقسي فيك الخير.
السي محمد. بسم الله. علاش طبقت انا والحاج بسيطه هرس البسيطه احسبهم اعوذ بالله احسبهم وراك الحاج كلمتك هي الكبيره غراسياس الله يكثر رزق عندي عا دورو اضغط سيب اخرى في الكاميون وطلع تركب ارحم بابك ضحكوا أما التعلاب عمر ديك القضية ديال داك الشيخ مول الحولي ما حبة تزل مالو ما عدباه ليل ونهار بقى فيك مول الحولي هو غير مول الحولي وحيد بزاف هما اللي غروا الشيطان ديالو حتى لعبي من بعد عزاز عليك الخرايف انتينا العائلة دابا ماشي تمشي وخالتك غادي تكون مخلوعه عليكم انا ما بغيتش باقي نمشي عند خالتي وعلاش حيت الا مشيت غادي تكويني وغادي تحمل خويا عمر هي وخوها الكاوي وهاد خالتكم واعره بزاف ايه عزوز اللي عزوز كيخاف منها ما كتعرف غير الكي والضرب الضرب عايدة بلا سبه بلا فتي الحبل لا صديمة ولكن لنا رجعنا بيدينا خاوين كتهلا فينا كتر بيديكم خاوين يا انت العفريت هذاك العيال حصك حتى انت ماشي ترجع بيديك خاوين والو شوفوا كان والو والو ما تقلبش اللي كان في الجيب ديالكم هادو غادي ترجعوا ماشي بيديكم خاويين انتينا ماشي تقولي باللي صورتي هادي وانت يا غتقول دبرتي في هادي ايوه والفروج حتى الفروج غادي نشوف لكم فروج مخير بلدي بالبنارة ديالو هادو ماشي يرجعوا لهم اليوم الجن انا شفتك